السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده يا شباب هوريكم ازاي تعبوا اللودر في النزاف التربه او التراب زي ما انتم شايفين قدامكم. ده لودر يا شباب كاتر بيلر ما شاء الله عليه. طبعا لما يكون الدفان قليل لازم زي كده تشد بالباكت لورا، تحط الباكت على التراب وتشد لورا عشان يتعبى معاك مظبوط، وبعد كده سنتر الباكت زي قدامك كده، وبعد كده تخش على الدفان. بعد كده هتلاقي الباكت يتعبى معاك يعني مظبوط، هترجع لورا وبعد كده تعدل نفسك على النسافة.